السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عسلامة أخواتي العزيزات الحبيبات، إن شاء الله يا رب تكونوا دايما في أحسن حال وسعداء. إن شاء الله ربي يسعد قلوبكم يا رب. اليوم حبيت نحكي لكم على حاجة هي مهمة برشا، كريمة مهمة برشا، والناس كل طورت شايعة، ولات الناس كل تستعن فيها على الانترنت، تلقاها في كل بلاصة موجودة. زادة انا هي اللي هي اكيد انتم عرفتوها، اللي هي هذه زبدة الشيا. انا شريتها من تونس من عند صيدلية اعشاب، يعني مش مغشوشة، ما يغشش، معروف 100% معناها مش مغشوشة اصلية، يعني مش كبيرة ياسر، هي 9500 تقريبا شريها حتى من عنده. اذا كنت تحبوا انا نحط لكم من النوم بتاعه في صندوق الوصف، انتم تتصلوا بيه، هو موجود في تونس في القصرين، ناس به طيبه برشا، يبعث لكم عن طريق البوستة بالنسبه للناس اللي في تونس، حتى يبعث حضن للجزائر والمغرب ولل اي مكان، يعني كنت متواجده في فرنسا اي مكان الا كماكن بعيده كما احنا ككندا ولا امريكا ما نتصورش. ف الكريمه هذه كريمه الشيا هي ياسر مهمه للمرأة، وحتى سموها أنها الذهب، الكريم الذهبي الخاص بالمرأة. فيها هي تستعمل برشا حاجات. أنا اليوم باش نعطيكم حالتين بركة، وإن شاء الله المرة الجاية نعمل لكم نعمل حاجة أخرى للشعر، الهيجان الشعر وتساقط الشعر نشفن البوصلة كي تبدأ مش فيها الحكة وفيها وتكون ماهيش صحية تحسها انت والكل. ف ناخذ منها زبدة الشي مغرفة صغيرة متاع قهوة، ومعها مغرفتين مع زيت كوكونات اللي هو زيت جوز الهند معروف، هذه الماركة أو أي ماركة أخرى، ومعها ملعقتين كيف نفس الشيء، ملعقتين زيت اللوز الحلو، يعني مغرفتين زيت اللوز الحلو، مغرفتين جوز الهند، ومغرفة صغيرة، هذوما مغرفتين مغرفة كبيرة متاع ماكلة، مغرفتين الاثنين، وهذه معاها مغرفة صغيرة متاع قهوة صغيرة بكل، لأنه هي أصلا هي غالية برشا وما تنجمش ما نجموش نستعملوها كي نحبوا احنا، فهمت؟ فيكفي هكاك، وتحطوها في سحفة صغيرة وتعملوه الحمام مائي، يعني كسرونا فيه ماء وتحطوه، وهو الخليط هذا ثلاث أنواع من الحاجات هذوم، تحطوه في كسرونا أخرى وتحطوه في وسطك الكسرونة تاع الماء، فيسخن الماء فهم فيذوبك زبدة الشيا هذيك تذوب، وتخلطوها بالكتاب 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 باش تدخل المواد الثلاثة هذوما يدخلوا مع بعضهم في بعضهم بالكتاب. ومن بعدين تكون انت خليها تبرد وتعمل مساج لشعرك. كيفاش المساج؟ هو احسن حاجه وطريقه معروفه ياسر، انك تهبط راسك اللوطة تنزل للارض، كانك تهز في حاجه، كانك تشيل في حاجه من الارض، وتقعد غديك اقل شيء ما بين 5 ل 10 دقائق، وتعمل منقاله باش ما تبقاش كل مره تطلع وتشوف، يعني بحذاك من قلت وتعمرها، وتبدا تطبس هكاكا، وتبدا تعمل في مساج بسوابعك كله، داير سيركل دائري شعرك الكل وشعرك الكل، حتى تحيه البوصله، وتفتح المسام تاع راس جلد الراس تفتح. بعديك تبدا تاخذ من الكريمه هذه متكونه من 3 انواع، وتخدم اول حاجه الجذور متاع الشعر بسواعك بشوي بشوي، وتبدا تدلك في نفس الوقت، تدلك تقعد وتبدا تدلك، وبعد ما تكمل تدلكهم تعرف اللي جذور كلها دخل فيها الزيوت هذه الكريمه هذه، تاخذ شعرك كمال شعرك الكل حتى لاخر الشعر نتاعك كله تعمله، وتلفه وتعمله بلاستيك، عندك بوني ولا بلاستيك ولا ساشي بلاستيك، تعمل شعرك تلفه وتخليه مدة ساعتين. وإذا كنت ما قلقكش ما عندكش مشكلة أنك تبات بيه تعمله مخر قبل ما ترقد وتلفه وتبات بيه، والصباح تقوم تغسله، أنا عن نفسي خليه ساعتين، ياسر هاي الشعر، لأنه هذوم الحاجات هذوم خاصة زيت اللوز وزيت جوز الهند ومعاه الكريمة الشيا، كريمة الشيا ذي زبدة الشيا،
فيه الحديد وفيه الكالسيوم وفيه كل الحاجات اللي تستحقهم شعرك. وهيلة هيلة هيلة، جربها وادعي لي، هيلة برشا. تشوف حتى من أول مرة تعملها، تنجم تعملها مرتين في الأسبوع، من أو يوم بعد يوم إذا كنت شعرك مخيش برشا. من أول يوم تعملها، تغسلها من أول غسلة، أن تشوف النتيجة. ثم ديفيرنت، ثم فرق ما بين كيفاش كان شعرك كان بعد المرة اللي عملت هذيك. هذه وما تغسلش بالشامبوان، ديما نقول اغسله بالشامبوان، تحطه في كيس. شامبوان ما تحطوش على شعرك ابدا وقت تغسل شعرك، حط شامبوان في كيس ماء ومل وحله بالماء، وبعد تغسل بيه شعرك، ما تحطوش ابدا لانه مضر جدا 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 للشعر، الا اذا كان عندك شامبو من الاورجانيك اللي هو ما فيش مواد كيميائيه ولا اي شيء، هذاك تنجم تستعمله. الا الشامبوانات العاديه نتاع الاسواق اللي احنا نشيو فيها من الفرماسيات ومن الكل، لازم تتخلط بالماء قبل ما تحط شعرك، وما تمشطش شعرك وهو مبلول ابدا. تغسل شعرك يشيح، تنشفه منشفه من غير ما تبدا تنشفيه بالقوه، تلمه ينشف، بعد ما ينشف تخليه ينشف نهائيا، وتمشطه بشويه بشويه ومن اللوطه وانت طالعه مش من فوق قدام. هذه هي اليوم على كريمه الشيا. حاجه اخرى، زبده الشيا احنا عندنا نستعملوها الحاجه اخرى، مثلا التجاعيد اللي ما بين الوجه واللي موجوده في الوجه، اللي ما بين العينين والجبهه وما بين الفم. تاخو نص مغرفه زبده الشيا ومعها فيتامين اي. فيتامين اي هذا موجود هكا علبه او موجود بكبسولات، يعني كل حرابش ممكن هما زيت هذوكم، تنجم تحط منهم 3 ولا 4 كبسولات، او انت حسب اش بدنك تعرفوا اللي يحتاج وجه كامل. ولازم تكون معاه الرقبه، لازم تكون معاه اليدين، لانه هذوما تابعين بعضهم وهم اللي ظاهرين في يعني ظاهرين اكثر بالنسبه للحاجات الاخرى متغطيه. فهمت؟ نعمل ساعه ذوكم الاولويه ومن بعد نمشيو للحاجات المكروه. الحاجه المهمه في زبده الشيا مع الفيتامين اي نعملوها بالليل، ما نعملوش في النهار ونرقدوا، لانه احسن حاجه اي زيوت، اي كريمات لليل لازم اي كريمات للوجه اللي هي خاصه بالتجاعيد لازم تكون في الليل ليليا، باش انت ترقد ترتاح وهو تخدم في عقلها، وانت مستلقيه ومسترخيه بدنك، مسترخي تاخو تعطيك في مفعولها اكثر وتعطي نتائج اكثر. وان شاء الله ما نكونش طولت عليكم، وعندهم عندها حاجات اخرى، عندي حاجات اخرى ان شاء الله طبعا نعملوها مع بعضنا على زبده الشيا وقداش ياسر مهمه. وانا من طبعا نحط لكم الرقم التليفون بتاع الشخص اللي موجود في تونس عنده زبده الشيا، وتكلموه وتقولوا له يعني ديريكت يبعث لكم اقرب بوسطه لكم انتوما، وبعد تمشي وتخلصوا، يعني ما تخلصوش من اول مره. اوكي يلا سيدي، ان شاء الله ما طولتش عليكم على الفيديو هذا وفي الفيديو هذا، وان شاء الله تكونوا استفدتوا من الوصفات اللي انا اعطيتها لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.